تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. 27 دولة، 27 نظاما تعليميا. إنه موضوع حلقتنا في برنامج التعليم حول العالم. الاتحاد الأوروبي يشجع تبادل الأفكار بين دوله على أمل تشريك الشباب في الشؤون الأوروبية. البرلمان الأوروبي للشباب هو مثال لذلك، إذ يمثل منبرا للحوار بين الثقافات ومساحة لمناقشة قضايا سياسية ساخنة في الاتحاد الأوروبي. البرلمان عقد أخيرا اجتماعا في النرويج، وكان لنا حديث مع بعض الشباب الذين أتوا للمشاركة فيه. البرلمان الأوروبي للشباب يعقد 3 دورات سنوية، كل دورة تضم 270 شابا وتتواصل على مدى 10 أيام. هدف هذه الدورات هي تدريب الشباب المنتخب على آليات اشتغال البرلمان حتى يتمكنوا من اكتساب ثقافة سياسية وفهم السياسات الأوروبية. نعمل على خلق شبكات للعمل الاجتماعي حتى نبني معا الوحدة الأوروبية. إنه شعار البرلمان الأوروبي للشباب، فعندما تصبح عضوا في البرلمان لا تعتبر الاتحاد الأوروبي مجموعة من الدول، بل تعتبره مجموعة من الأشخاص. هؤلاء الأشخاص نلتقي بهم في فرص عديدة ونشعر أننا نمثل عائلة واحدة. بهذه المناسبة ينظم البرلمانيون الشبان حفلا ثقافيا يدعم العلاقات بينهم، يقدمون فيه عروضا موسيقية وغيرها. جوليا طالبة وعازفة بيانو تشارك في هذا الحفل. عندما يكون أمامك الكثير من الناس تشعر بتوتر، هذا أمر طبيعي خلال الحفلات الموسيقية. هذه فرصة بالنسبة لي لكسب ثقة في نفسي وتطوير مهاراتي. بعد انتهاء اللجان من دراسة المقترحات، يمر البرلمانيون إلى مناقشتها خلال جلسة عامة، ويعتمدون على الحجج والبراهين للدفاع عن بعض المقترحات أو رفض البعض الآخر منها قبل أن يمروا إلى مرحلة التصويت. الفكرة العامة لهذا البرلمان هو جمع شباب من مختلف دول الاتحاد الأوروبي تتراوح أعمارهم بين 16 و19 ليناقشوا معا قضايا سياسية أوروبية تهمهم. نقوم بعدها بإيصال أفكارهم ومقترحاتهم المصوت عليها إلى المسؤولين السياسيين، أي إلى المؤسسات السياسية في بروكسل وأيضا إلى الحكومات الأوروبية. ممارسة الديمقراطية تهدف إلى احترام الاختلاف وتعزيز التعاون الدولي. التعليم هو أساس مستقبل أوروبا. الاتحاد الأوروبي حدد أهدافاً طموحة لتطوير معاييره. برنامج التعليم حول العالم ناقش الموضوع مع المفوضة الأوروبية للتعليم أندرولا فاسيليو. عندما أنظر إلى الماضي أندم على الوقت الذي مر ولم أتقن فيه اللغة اللاتينية. الطريقة التي درسنا بها كانت سيئة جدا، اعتمدت على الحفظ عن ظهر قلب، ولكن بعد وقت قصير ننسى كل شيء. لو اعتمدوا في تعليمنا على طريقة التحليل والنقاش مثل ما يفعلون الآن لترسخ في أذهاننا كل ما تعلمناه. أحد أهدافنا هو الحد من نسبة الشباب الذي يغادر مقاعد الدراسة قبل إكمال تعليمه من 15% حالياً إلى 10%. لابد أن يكون لنا المزيد من الشباب الحامل لشهادات عليا سواء جامعية أو ما يعادلها. نظامنا التعليمي يعتمد على الكيفية، لذلك نولي أهمية كبرى لتدريب الأساتذة. So we must give importance to the training of our teachers. Families play a very important role. العائلات تقوم بدور كبير أيضا، لذلك وجب تدعيم التعاون بينها وبين المدرسة.
نحن بحاجة لتعليم أبنائنا القيم التي تساعدهم أن يكونوا سعداء في هذا المجتمع المعقد. برنامج التبادل بين الجامعات المعروف بإيراسموس هو مثال جيد على التعاون في مجال التعليم. بفضله تمكن العديد من الشبان من الدراسة في مختلف الدول الأوروبية. هذا البرنامج يهدف الآن إلى تجاوز الحدود الأوروبية. تقريرنا التالي حول برنامج إيراسموس موندوس من جامعة ديوستو بإسبانيا. جوليا غونزاليس هي نائبة رئيس العلاقات الدولية في جامعة ديوستو في إقليم الباسك الإسباني، وهي المشرفة على برنامج إيراسموس موندوس. برنامج إيراسموس موندوس التابع لجامعتنا بدأ في قسم الاقتصاد بالمركب الجامعي سان سيباستيان. نعتبر من أول الجامعات التي جربت برنامج إيراسموس منذ عام 82 القرن الماضي. هدفنا كان توفير فرصة قضاء سنة دراسية لطلبتنا في إحدى أهم الجامعات الأوروبية. القانون هو إحدى الاختصاصات التي يقبل عليها طلبة الأجانب، مثال ذلك هذه الطالبة النيرلندية. إذا فكرت جيداً في المستقبل المهني، فإنه من المهم لك التعرف على دول مختلفة والدراسة في دول أجنبية. بما أني أعشق إسبانيا، قررت البقاء فيها لمواصلة دراستي. كلية الاقتصاد في المركب الجامعي سان سيباستيان تعتبر من الجامعات المميزة. في المركبين الجامعيين بلباو وسان سيباستيان هناك 300 طالب أجنبي، 15% منهم يحضرون الماجستير أو الدكتوراه. برنامج إيراسموس كان بمبادرة أوروبية، وهو الآن بصدد الانتشار عبر العالم. لدينا فريق من الأساتذة المحاضرين الذين يلقون محاضرات في جامعات آسيوية وفي 6 جامعات أوروبية، وهو ما قد يعوض الطلبة الآسيويين الذين لم يتمكنوا من الدراسة في دول أوروبية. هذا الطالب الهندي غادر كيرالا ليحضر الدكتوراه في إسبانيا. اخترت جامعة ديوستو لكفاءة أساتذتها. قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية يضم 5 برامج تابعة لإيراسموس موندوس. التعرف إلى طلبة من جنسيات مختلفة أمر مهم، فهو يخلق علاقات مميزة وثرية بين الطلبة الأجانب والأساتذة، ويمثل فرصة للتبادل الآراء ولتقارب وجهات النظر. بالنسبة لجوليا غونزاليس، فإن لبرنامج إيراسموس موندوس بعداً اجتماعياً وإنسانياً إضافة إلى البعد الأكاديمي. البرنامج يساعد على تجاوز الدغمائية ويهدف إلى نشر ثقافة التسامح من خلال التعرف على ثراء الثقافات. هنا ينتهي برنامجنا. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل مع مواضيع مشوقة حول التعليم في العالم. يمكنكم مشاهدة كل حلقاتنا على العنوان التالي: euronews.net/learningworld. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.